نبدأ بتفسير الآيات المباركات في سورة المؤمنون من بدايتها في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات الكريمات من أول سورة قد أفلح المؤمنون آيات عظيمة، فيها صفات المؤمنين وفيها أعمال الإيمان، ففيها دليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن هذه أعمال قد ذكرها الله في بيان المؤمنين وحقيقتهم. قد أفلح المؤمنون، أفلح يعني فاز، فالفلاح هو الفوز والربح. قد أفلح المؤمنون، والمؤمنون من الإيمان الذين اتصفوا بالإيمان، والإيمان مرتبة من مراتب الدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كما في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام أولا، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. قد أفلح المؤمنون الذين اتصفوا بالإيمان قولا وعملا واعتقادا. ثم بين من هم، فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذا فيه تعظيم قدر الصلاة، وفيه بيان أن الخشوع هو زينة الصلاة وهو روحها. كل صلاة ليس فيها خشوع فهي كبدن بلا روح. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو كل باطل من قول أو فعل، فمن القول ما يكون من السباب والشتم والكلام والغيبة والنميمة، وكل كلام محرم فهو لغو، والغناء الأغاني كلها من اللغو ومن اللهو، أو من الأفعال، اللغو من الأفعال كالأعمال الباطلة والمعاصي وغير ذلك من كل فعل محرم فهو لغو. الذين هم عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. ثم قال: والذين هم للزكاة فاعلون. والزكاة هنا معناها طهارة النفس وطهارة القلب، فمن معاني الزكاة الطهارة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهم يزكون أنفسهم بالأعمال الصالحة
الأعمال الصالحة تزكي النفوس وتطهرها وتنميها على الخير. والذين هم للزكاة فاعلون. ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون عن الحرام وعن الزنا وعن اللواط وعن الاستمتاع المحرم، يحفظونها. وذلك بلزوم الستر للرجال والنساء، فلا تكشف العورات، كشف العورات فاحشة، كما قال جل وعلا عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وكانوا يطوفون بالبيت عراة، فسمى كشف العورات فاحشة، والفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح. الذين هم لفروجهم حافظون، فيتجنبون الأسباب التي توقع في الفواحش والفساد الخلقي، تجنبونها من باب سد الوسائل المفضية إلى الحرام. فالمرأة تحتجب، تتستر عن الرجال، تجتنب المخالطة لهم في المجالس، في المكاتب، في اللقاءات، تكون مع النساء، تحتجب عن الرجال. هذا مما يسبب حفظ الفروج. كذلك تتجنب السفر بدون محرم، لأن هذا يعرضها للوقوع برضاها أو بغير رضاها، الوقوع في الفاحشة وانتهاك الفروج. وكذلك تحريم الخلوة مع الرجل الذي ليس من محارمها، ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، كل هذه تسبب حفظ الفروج. فالله جل وعلا حرم هذه الأشياء حفظا للفروج، لأن انتهاكها يسبب الوقوع في الفروج. يغضون أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن النظر المحرم يوقع في ضياع الفروج وضياع الأخلاق والوقوع في الفاحشة، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذا من باب حفظ الفروج، تجنب الوسائل المفضية إلى ضياع الفروج. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لا يحل للرجل أن يستمتع بامرأة إلا إذا كانت زوجة له بعقد النكاح أو بملك اليمين يتسرى بها إذا كان يملكها، وما عدا ذلك فهو حرام. ما عدا الزوجة وملك اليمين من النساء فهو محرم على الرجال، والمرأة محرم عليها غير زوجها، فيحفظون فروجها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله أباح لهم ذلك، وهذا فيه مصالح، الذي يصرف شهوته يصرفها في الحلال له أجر، له أجر وله صدقة عند الله، وفي بضع أحدكم له صدقة، فإذا صرفها في الحلال كتب الله له الأجر والثواب. وهذا مما يجنب الإنسان للفواحش والتطلع إلى النساء التي لا يحل له أن يتطلع إليهن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فهذا المصرف شرعي، لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين عند الله سبحانه وعند خلقه. هذا أمر حلال
وهذا أمر وسبيل طيب، وأيضا فيه سبب لإنجاب الذرية الصالحة. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني استمتع بغير زوجته أو بغير ملك يمينه، فأولئك هم العادون المعتدون من الحلال إلى الحرام، المعتدون المتجاوزون لحدود الله سبحانه وتعالى. تلك حدود الله فلا تعتدوها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانات جمع أمانة، وهو ما يؤتمن الإنسان عليه من مال أو سر أو عمل وظيفي أو ولاية يولاها، فهو من الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي تولوا الأعمال من يقوم بها على الوجه الصحيح. هذه الآية في الولايات، يأمر الله ولاة الأمور أن يسندوا الأمور إلى أهل الأمانات الذين يقومون بها، لأماناتهم وعهدهم. إذا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، سواء عاهد ولي الأمر أو عاهد أحدا من الكفار أو عاهد من المسلمين، إذا عاهد يجب عليه الوفاء بالعهد. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. شوف، بدأ هذه الصفات بالصلاة وختمها بالصلاة، مما يدل على أهمية الصلاة وأنها مفتاح لكل خير، كما قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ومعنى يحافظون يعني يؤدونها في أوقاتها مع الجماعة ولا يضيعونها، فيكون من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يحافظون على وقتها، يحافظون على حدودها وعلى أركانها وواجباتها وشروطها حتى يؤدوها على الوجه الذي شرعه الله. هذه المحافظة على الصلوات. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات العظيمة هم الوارثون للجنة، هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. والفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. وفي الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه أو فوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا جزاء الذين يتصفون بهذه الصفات العظيمة ويحققون إيمانهم بها، أنهم يكونون في أعالي الجنة وفي الدرجات العلى. نسأل الله عز وجل يوفقنا آمين وإخواننا المسلمين للتخلق بهذه الأخلاق آمين والمحافظة عليها، لنكون آمين من أهلها ومن الوارثين آمين. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء.